أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وردا على سؤال يتعلق بإعلان الملك محمد السادس تجاوز الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا. أكدت السيدة فون دير لاين على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي أيضا. المسؤولة الأوروبية اعتبرت أن المغرب والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان، ومن المهم الحفاظ على هذه العلاقات وترسيخها. بدوره عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالمناسبة عن إشادته بمضمون خطاب صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة توارد ذكرى الملك والشعب، وعن ارتياحه لعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن المغرب شريك لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي، ونرغب بالفعل في أن نكون قادرين على الاستمرار في الالتزام بتعميق هذه الشراكة الضرورية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المجلس الأوروبي إن هذه الشراكة ضرورية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ليس فقط فيما يتعلق بقضية الهجرة، ولكن أيضا في مواضيع أخرى مرتبطة بشكل خاص بالتنمية الاقتصادية والتعاون. نشكركم على حسن المتابعة.